طب هسأل حضرتك سؤال، حضرتك فكرة الإلغاء دي شايفها إزاي؟ انا ما حدش بلغني بيها، وانا طرف من الاربعه المفروض ياخدوا في رايي ويقولوا لي احنا طب وايه مبررها اصلا يا بيه؟ اصلا يا كابتن مصر احنا ايه مبررها اللي النهارده؟ قالك إن مفيش وقت. ما فيش وقت سعادتك. ايه الوقت اللي ما فيش الوقت؟ انا راجل عندي توقف من اول رمضان في الدور الممتاز به لحد اخر رمضان. تمام. النهارده لما كان بيفكر هو يلعب الدوري الممتاز ايام الكورونا جه له وقت. يعني انت وبتروجيت عندكم وقت بسم الله ما شاء الله تلعبوا في اي وقت. نص الناس اللي وصلت دور الاربعه عندنا وقت، عندنا شهر كامل من بالتوقف من اول رمضان لاخر رمضان. واللي مبلغني بالتوقف ده مين؟ الاتحاد المصري لكره القدم. صحيح. كان ممكن جدا الطرفين اللي هيبقوا مع بتروجيت واللي هيبقوا مع اسوان مثلا كان هيجي معاهم ايه؟ هيجي معاهم فريقين تاني بيلعبوا في الدوري الممتاز. لا ده مباراه واحده اللي صحيح، هيلعبها اللي بس. كسبان من الاهلي وبيراميدز اللي كسبان هيلعب من مع الاهلي بتروجيت وانت هتلعب الزمالك. وانا كده كده هلاعب الزمالك، والزمالك نفسه يعني انا التصريحات اللي سمعتها منهم كلهم عاوزين يكملوا، ما الناس ما اعترضوش. المستشار مرتضى منصور اعلن رسميا ان اعلن رسميا عاوزين لن يكملوا. يقبل بالغاء الكاس. وانا نفس الكلام بقول لن اقبل بالغاء الكاس. واكيد بتروجيت نفس القصه لن واكيد تقبل نفس بالغاء انا بقول الكاس. انا حليت لك مساله الوقت. انا بقول لحضرتك انا وبتروجيت عندنا توقف شهر كامل. ياه. ايوه يا باشا اقرا سعادتك الورق اللي مبعوت لي من الاتحاد من اول رمضان لاخر رمضان ما فيش دور ده ممتاز به. عشان انتوا ما ينفعش تلعبوا الساعه 3 ومفيش اضواء ماشي يا بيتوقف. باشا. اذا انا عندي وقت شهر كامل صح. وعندي مباراه بالطرف اللي معايا انا اسوان اللي معايا الزمالك ماشي. الزمالك لا متمسك بالاستكمال.